السلام عليكم. أنا اليوم سيارة مرسيدس، طبعا السيارة فكينا له بخاخات محرك ديزل 651، فكينا البخاخات الأربعة وجبنا أربع بخاخات جدد. فهلا راح ركب البخاخات الأربعة، نقول لكم طريقة البرمجة شلون. طبعا كل بخاخ بيجي معه رقم الكود، كود البرمجة، هاي الورقة الموجودة معه. هذا الكود الجديد، اوكي، يعني مركب هذا البخاخ الاول، لازم نزل هذا الكود على الكمبيوتر البخاخ الاول. شوفوا معي الطريقه الله شلون بخبركم. طبعا مثل ما قلت لكم هذول البخاخات، هذا بخاخ مثلا، هذا بخاخ مجدد، يعني مو جديد، هذا مجدد. مثلا هلا كل بخاخ لما تركبه بيجي معه رقم البرمجه، هذا رقم البرمجه، اوكي، بيجي 20 رقم وحرف. هذا بخاخ مثلا اذا بدي اركبه على السلندر الرابع، لازم هذا الرقم ينزل على السلندر الرابع على الكمبيوتر. مثلا هل هذا بدي اركبه، هذا بخاخ بدي اركبه على السلندر الرابع، لازم هون اكتب مشان ما اخربط، اكتب 4. بس اركب البخاخات كلياتهم، كل بخاخ تكتب عليه الرقم، ومثل ما بركب على الموتور بدي نزل الكود على الكمبيوتر، تمام؟ هل هذا الرابع، خلينا نركب الرابع. طبعا مثل ما حكينا هلا بننزل البخاخ الرابع، نركبه محله. هيك تمام. هلا ملاحظة مهمة كتير، هو في العادة البخاخ بيجي عليه الرقم مكتوب هون، تمام، لكن لما بيكون البخاخ الأورجينال، إذا مشتري بخاخ جديد بيجي الرقم الكود عليه على البخاخ نفسه، لكن إذا كان البخاخ مجدد أو مصلح بيجي معه الرقم جديد، هن بالشركة بيحطوا له رقم جديد وبيبعتوه معه الورقة مثل ما ورجيتكم من شوي. هي ملاحظة مهمة، لما انت بتشتري بخاخ من شركه وجديد كامل اورجينال، رقم الكود بيكون موجود على البخاخ نفسه، تمام اخواتي. هلا ركبنا الرابع، بنركب البقيه. هلا بعد ما ركبنا بخاخ الرابع بنركب الثالث والثاني والاول، وبنرجع بنكفي مثل ما حكينا. هلا مثلا هذا البخاخ انا راح اركبه على الثالث، تمام يا شباب، بشيل الورقه. هذا خلصنا منه، هذا الرابع خلصنا منه، خليه على طرف، وهذا بخاخ الثالث. فأنا مشان ما أخربط ولا أضيع في وقت برمج البخاخات، مشان ما أضيع بكتب هون هذا بخاخ الثالث، أوكي. ومشان ما أطول الفيديو راح أركب البخاخات الأربعة، ووقت بدي برمجهم برجع بسوي بكمل التصوير، لأنه مشان ما يصير فيديو طويل، تمام شباب. السلام عليكم من جديد. هلا ركبنا البخاخات الأربعة جدد، ركبنا الخراطيم والفياش والراجع، وهلا بدنا نبرمج البخاخات على الكمبيوتر ونشغل سيارة ونجرب ايش في ما في بالسيارة، تمام؟ خليكم معي. هلا بناخذ الكمبيوتر نعير بالبخاخات. طبعا بعد ما ركبنا البخاخات نفتح كونتاك، ندخل على البرنامج. هذول هن الوراق، هذا السلندر الثاني، خلينا نفوت بالاول، نختار السيارة مرسيدس، هذا بنبرمج البخاخات ومشغل السيارة. بحث تلقائي، تمام، فوت على اختيار يدوي على المحرك، اوكي،
وفوت على وظائف الخاصة وفوت على المسؤولين مسؤول المحرك. مندور هون على شيء اسمه انجكتور تعديل قيمة فعلية. التعديل هون بخاخات فوت عليه. طيب هلا هدول ارقام البخاخ القديمة مثل ما حكينا. لازم اول شيء نصفرهم الستارت اف 3 نضغط صفروا صاروا وكالة. هدول الارقام القديمات تبعت الوكالة. هلا بنبلش نحن بالسلندر الاول اف 4 تعديل سلندر الاول اف 4 بيعدل اف 4 بننزل الرقم مثل ما هو موجود هون بالاحرف الكبيرة الأحرف الكبيرة مسجل عم بيطلب منا رقم بخاخ الجديد. نكبر الأحرف نبلش N711 N711 نجي لهون RYP بعدها HE 66 نرجع الأحرف 66 ZCM تمام POD نرجع لهون POD 9NO تمام يا شباب. هذا بيجي 20 رقم. هذا السلندر الأول نضغط أوكي. طبعا بعد ما حطينا رقم لازم نضغط F3 للتثبيت الرقم تمام. هلا بنشوف نحن السلندر الاول هذا الرقم الجديد اللي بينتهي باخرته 9NO 9NO بنشوف هون اخر الارقام 9NO. هذا السلندر الاول خلصنا منه. هلا بيجي على السلندر الثاني نفتح هيك السلندر الثاني. طبعا ارقام بيختلفوا. هذا الرقم الثاني نزل لتحت بنختار F5 اللي هو تعديل بخاخ الثاني. F5 هون بضغط عليه بيطلب كمان منا رقم الكود الجديد تبع البخاخ الثاني كمان احرف كبيره GP 11 GP 11 RYP نرجع بنكمل HE 66 تمام هيك شباب. ZCN اوكي ZCN 7OD 7OD لازم ما نخربط بالارقام والاحرف لازم يكون نظامي دي. نرجع بنكفي 7LO 7LO تمام هيك شباب. نعطي تأكيد تمام قبل ما نحفظ معنا الرقم هون. هلا رقم مو موجود اللي نزلنا بنعطيه التشغيل تثبيت الرقم F3 تمام. نطلع لفوق نعمل خروج نرجع نعمل قراءة لازم يعطينا الرقم الجديد رقم بخاخ الجديد اوكي قيمة الفعالية اوكي تمام. تغير الرقم بخاخ الثاني لاحظوا معي اخر الكود اخر الرقم بيجي 7LO طلعوا معي 7LO. هلا هيك الرقم كامل نزل نظامي. بشان ما اطول الفيديو رح اكفي البخاخ الثالث والرابع كمان ماشي شباب وبرجع لكم مشان ما يكون الفيديو طويل. طبعا انا هلا خلصت نزلت الأكواد البخاخات الأربعة تمام. نطلع منه نعمل خروج 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 تمام. هلأ بنطفي كنطاك بنفتح كنطاك مشغل بسم الله تمام. لك اشتغلت نظامي. خلينا نشوف
هلا هيك نكون احنا خلصنا الفيديو. طبعا هدول البخاخات القديمه. على كل حال بنرجع نسوي لكم فيديو جديد. هاي السياره كمان فيها مشكله، كمان بنسوي لكم عليه فيديو. هيك بكون خلصنا ونهايه الفيديو. الله يعطيكم العافيه.